مشاهدينا بفقرتنا الأخيرة لليوم رح يكون معنا ريتا فرانسيس أمينة صندوق جمعية أي بطل ديزيز اللي بتعنى بالأشخاص اللي بيعانوا من أمراض التهاب الأمعاء المزمنة أو مرض الأي بي دي. بدي رحب فيك ريتا وأشكرك شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا. ريتا، أنت معنا اليوم تنحكي عن مرض الأي بي دي اللي هو مرض التهاب الأمعاء المزمنة، وخصوصا أنه هالشهر هو شهر التوعية عن مرض الأي بي دي. بالبداية ريتا، خلينا نعرف أكثر المشاهدين عن مفهوم مرض الأي بي دي، لأنه في كتير أشخاص ما بيعرفوا شو هو هذا المرض. بالبداية أكيد أنا باسمي وباسم أعضاء جمعية الأي باتل ديزيز بحب أتشكرك وأتشكر إذاعة مريم تي في، كل الأكيب لاستضافتكم لإلي اليوم، شكرا. وأكيد بدي أتشكر المشاهدين اللي عم بيشوفونا عبر شاشتكم الكريمة. بالنسبة لسؤال حضرتك، بالنسبة لمفهوم الأي بي دي أو بما يعرف، هو مرض التهابات الأمعاء المزمنة مثل ما منعرف، وهو بيعرف عن حاله أنه هيدا المرض للأسف هو مرض مزمن بيرافق المريض طول فترة حياته. نحن مبدئيا عنا نوعين من هالمرض معروفين كتير، هن الكرونز ديزيز والألسراتيف كولايتس، يلي ما كتير بيفرقوا عن بعضهم بالأعراض وبأنواع العلاج تبعهم. نعم، أكيد ريتا رح نرجع لهالمرض ولكل عوارضه، نعم، بس بدنا كمان نرجع لجمعية أي باتل ديزيز. أي متى تأسست هالجمعية ومن قبل مين؟ نعم، هالجمعية ثاقبت في مرة عملنا ريونيو مع عدد من الأطباء اللي دايما بنتوجه لهم بتحية كتير كبيرة، وكان في عدد من المرضى يلي هن اي بي دي كمان كلهم عندهم هيدا المرض، وثاقبت طلعت الفكرة انه ليش ما بيصير في جمعية من قبل هالأطباء ومن قبلنا نحن انه نعتني بهول المرضى يلي هن بحاجة كتير لمساندة نفسية وجسدية من قبلنا. وثاقبت الفكرة كانت كتير حلوة، إذا بدي كانت نقطة وصارت بول دوناج لحتى تأسست الجمعية بأيلول 2020. ما في خبرك ريان بأي ظروف تأسست هاي الجمعية، لأنه بتعرفي بوقتها كانت جائحة كورونا إذا بدك بالبيك تبعها، سو كان عندنا كتير صعوبات لحتى قدرنا أسسناها على الجمعية. الحمد لله تأسست الجمعية، في غيري أنا 8 أشخاص، وهل 8 أشخاص كلهم متخصصين؟ أكيد هلأ بعد شوي رح نعم أحكي عن كل شخص فيهم. نعم تفضلي. هن اكيد اشخاص متخصصين بيقدروا يعني يشتغلوا مع الاشخاص اللي عم بيعانوا من هالمرض. نعم، نحن الجمعية مؤلفة من كذا شخص، أنا غيري 8 أشخاص، نعم أكيد كلهم من اختصاصات مختلفة، يعني يمكن تقولي كيف اجتمعوا مع بعضهم، يعني في عنا محاماة، في عنا بسيكولوج، في عنا بالإدوكاسيون، في عنا أطباء، في ميدسين دونتير، يعني وأنا قابلة قانونية، يعني فيك تقولي إنه كيف تألف هالفريق، كيف اجتمعنا كلنا سوا. في شغلتين جمعونا يلي هن كتير مهمين، أول شي جمعنا المرض بحد ذاته الاي بي دي، لانه كل شخص منا عنده قصه معه، يعني في قسمين من الجمعيه، قسم من اعضاء الجمعيه هن عندهم مرض الاي بي دي، والقسم الثاني هن الاشخاص اللي بيهتموا بمرض الاي بي دي. واكيد ثاني هدف لنا او اللي جمعنا غير قصه المرض الاي بي دي، الحماس الموجود باعضاء جمعيه الاي بي دي من رئيستنا اكيد اللي هي الانسه ناتالي جبيل، البوجه لها تحيه كثير كبيره، عندنا حماس كثير كبير بفريقنا، يعني كل شخص اذا بدك بيشتغل من كل قلبه لحتى نكون حد مرضى الاي بي دي. يعني الله يقويكم ويبارك هالرسالة اللي عم تقوموا فيها كثير ريتا، يعني. وأكيد بدنا نوجه تحية لكل أعضاء جمعية أي باتل ديزيز وأيضا للسيدة ناتالي جبيلي. شكرا. ريتا، خلينا هيك نرجع شوي لمرض الأي بي دي، نعم، شو تأثيرات هالمرض على الشخص المصاب فيه؟ بالنسبة لمرض الاي بي دي له تأثير كتير جسدي ونفسي على المريض، يعني أنا رح أخبرك عن خبرة. أنا فتت على جمعية الاي بي دي لأنه تابعت مريض لسنين عديدة عنده مرض الاي بي دي. ما في خبرك قد ايه هالمشوار كان كتير طويل، متعب ومؤلم محزن، في بكي كتير، في تعب نفسي وجسدي. فأهم الأشياء يلي بتأثر عليهم مريض الاي بي دي هو التأثير النفسي، يعني دايما رح أرجع أذكر شوي كهيدا المرض عادة بيجي عند المرضى يلي أو الأشخاص اللي عمرهم بين 18 و 37 سنة،
ومع تقدم الدراسات ومع تقدم الأبحاث بعد لحديث هلأ ما عرفنا شو السبب الأساسي لهيدا المرض. مشان هيك نحن ما عنا علاج شفائي لهيدا المرض، عنا علاج لحتى نخفف العوارض اللي بحس فيها المريض. سو بما أنه هو مرض مزمن وبيرافق المريض طول حياته، أكيد ما فيك تتخيلي قد التأثير الجسدي عليه كتير قوي، كأوجاع إذا بدك أوجاع مزمنة بترافقه، وكتأثير نفسي لإله ومش بس لإله، للأشخاص اللي حواليه لهيدا المريض، لأنه كلهم بيتأثروا لأنه هيدا المشوار طويل معه. نعم، شو العوارض اللي بيمثلها الشخص اللي بيكون عنده مرض الـ IBD؟ نعم، بالنسبة لعوارض مرض الـ IBD عادة إذا بدك في فرق بين مريض عادي عنده إسهال، يلي اليوم مثلا انا يمكن انضريت بعمل اسهال ليوم يومين باخذ دواء بيمشي الحال. بينما مريض الاي بي دي بيعمل اسهال حاد، يعني ممكن يوصل ل 12 ل 13 مره بفوت على التواليت بالنهار، مع مرافق بهيدا الشيء مع وجع بطن كتير قوي، مغص كتير. حتى الاشخاص يلي بيروحوا على حيلا مطرح اول شغله بيطلعوا عليها اذا في تواليت ايه او لا، لانه ما عنده القدره انه يتحكم انه انا هلا بقدر انه ضاين شوي صغيره قبل ما يصير اعمل هالدياريه القويه. اكيد وجع بطن كثير قوي، في اشخاص بيفقدوا وزن بشكل مفاجئ، يعني ممكن يكون 10 كيلو 15 كيلو بشهر. اكيد فقدان الشهيه، ما بيعود عنده شهيه للاكل، وانحطاط بالجسم، انحطاط كثير قوي، ممكن كمان يعمل دم بالخروج، ممكن يعمل دم عمل بالخروج. واكيد بدي ارجع احكي عن مضاعفات هيدا المرض اذا واحد ما انتبه له. نعم، هو من ابرز العوارض يلي ممكن نروح لتشخيص مرض من هالامراض، يا الكرونز ديزيز يا الالسيراتيف كولايتس. طبيعي هيدا الشخص بده متابعة إذا بدك طبية كل الوقت، بده على طول حدا يكون معه. صحيح. وأكيد إذا ما انتبع حاله يعني في مضاعفات كتير كبيرة رح تصير معه. صحيح، هي أهم شيء متابعة الطبيب لإله المعالج. نحن دايما بنقول لمريض الأي بي دي شو ما بحس لازم يدل عنده ركور لحكيمه لطبيبه، وما لازم اكيد يوقف الدواء مثل ما هو بده او ساعه بده، لازم يكون في متابعه طبيه شديده عليه لما يوصل لمضاعفات، لانه هو هيدا المرض كمان بيجي بمراحل، اذا بدك بيعمل بوسي، يعني بيطلع هيدا المرض وبيرجع بيمرق بفتره بيكون مرتاح المريض. هلا بس يكون مرتاح المريض، في كتير اشخاص بيوقفوا الدواء منهم لحالهم بدون ما ياخذوا استشاره الطبيب، وهيدا من أخطر الأشياء. أكيد بده متابعة شديدة، بده فحوصات على طول، وبده متابعة إذا بدك نفسية جسدية ومادية. نعم، يعني ريتا رح نرجع لجمعية أي بوتل ديزيز، خبرينا أكثر عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها، يعني وخصوصا بهذا الشهر اللي هو شهر التوعية حول مرض الأي بي دي. نعم، بالنسبة للنشاطات نحن مثل ما قلت لك ريان، نحن تأسست الجمعية بأيلول 2020 وكانت جائحة كورونا بالبيك تبعها. بس أول شغلة عملناها عملنا ويبينار للمرضى الأي بي دي، عرفنا عن العلاقة بين مرضى الأي بي دي وبين الكوفيد 19، لأنه أغلبية مرضى الأي بي دي بياخدوا أدوية بتوطيلهم جهاز المناعة عندهم. سو بتعرفي المرضى خافوا أنه كمان الكوفيد قصة مناعة، في منهم صاروا يمتنعوا ياخدوا الدواء. نحن عملنا اذا بدك ويبينار مع اخصائيين، يعني أكيد سلسله ندوات، اذا ندوات مزبوط، لحتى نوعي هالمرضى الاي بي دي عن شو علاقه الاي بي دي مع الكوفيد، واخذ صدى كثير حلو. كمان عملنا ويبينار ثاني بمارس 2021، عملناه كمان حكينا عن طريق مريض الاي بي دي، اذا بدك عملنا رود ماب عن الطريق اللي بيسلكها هالمريض من ما قبل التشخيص للعوارض للتشخيص لانواع العلاج للوقوف حد هيدا المريض بكل مسيرته. كمان اخذ صدى كتير 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 حلو هالويبينار. ونحن هلا مثل ما قلتي حضرتك بشهر الاي بي دي التوعيه، نحن اطلقنا حمله على الانستغرام هاشتاج لانه مش عيب. نحن دائما بنقول لازم المريض يحكي لانه مش عيب، لانه لها اهداف، كسرنا اذا بدك هالستيغما او هالحاجز مع المرضى حتى يحكوا، لان في كثير اشخاص بخافوا يحكوا، بيستحوا يحكوا، ما بيحبوا يحكوا عن مرضهم. سو عملنا هاشتاج لانه مش عيب. اكيد تشاركنا مع قصص مع
أشخاص عندهم هيدا المرض أي بي دي ولأول مرة بيطلعوا وبيحكوا عن قصتهم بفيديوهات كتير حلوة، يا الشخص هو ذاته يا المدام عم تحكي مع بنتها اللي هي مريضة. وكمان عملنا شغلة كتير حلوة، عملنا فلتر على الانستغرام اي باتل ديزيز، بتنقي اكيد الملادية اللي عندك اياها، وهيدي الشغلة كانت كتير حلوة لانه اذا بدك عطيت كيوريوزيتي بوزيتيف للناس لحتى تفوت تشوف شو هيدا الفلتر شو اي بي دي. سو اخذت نجاح كتير كبير بالنسبة للناس، تعرفوا اكتر على الاي بي دي، ونحن هدفنا انه كسرنا هالستيغما يلي موجودة لعند المرضى لحتى يحكوا اكتر عن مرضهم. طبعا وحلو انه المريض يكون عم بيعرف انه في اشخاص كمان مثله وعم بيعانوا من هذا المرض، يعني يمكن هالشي هيك بيطمنه وبيريحه نفسيا انه هو مش الوحيد. معك حق ريان، نحن جمعيتنا هدفها انه نقول لهالمريض انه انت منك لحالك، وانت لازم تحكي لانه مش عيب، نحن حدك، وفي كتير اشخاص مثله ويمكن منه معروف كتير هالمرض ومش كتير مضوى عليه، بس نحن حبينا نضوي عليه مع انه كورونا بهالسنه شوي ضيقت لنا المساحه، لان نحن اكثر بنحب نكون حد المرضى اكثر فعليا، غير ما تكون لقاءاتنا اونلاين وكل هالامور، بس ان شاء الله يا رب قريبا تكون هالجائحه انتهت ونرجع نكمل نشاطاتنا مثل ما لازم ان شاء الله يعني اذا الله راد. ريتا، هل عم تتمكنوا من تقديم خدمات طبيه ان كان ادويه او استشارات طبيه، او عم تدفعوا بركه بالمستشفى قسم من الـ من الفواتير اللي عم تطلع؟ نعم نحن مثل ما قلت لك اكيد المرضى نحن حدهم كرمال نساعدهم ماديا جسديا ونفسيا. هلا نحن اكيد اذا بدك بتعرفي الاوضاع الاقتصاديه بلبنان، بتعرفي اوضاع كورونا قد ايه اثرت علينا وقد ايه المستلزمات الطبيه وقد ايه الادويه مقطوعه، ومريض الاي بي دي ما في يقعد بلا دواء، ما في يقعد بلا مستلزمات طبيه، في كثير اشخاص عاملين عمليات محاولين المخرج تبعهم، سو مضطرين يشتروا كيس، مضطرين يشتروا قاعده، مضطرين يشتروا مراهم لحتى يخففوا الالتهابات الموجوده بالجرح. العلاجات على شو مبنيه ريتا؟ نعم، العلاجات اكثر العلاجات هي علاجات طبيه اكيد بالادويه، في كثير انواع من الادويه بتوطي المناعه، وفي عنا علاجات اوقات بيضطر المريض يفوت على المستشفى يضطر ياخد إبرة بالعرق أو أبر تحت الجلد، وأكيد في علاجات تانية أوقات منوصل أو بيوصلوا الأطباء أكيد لحل أنه لازم نعمل جراحة، أوقات في ناس بتشيل المصران تبعها كله وبتخلي مصران التاني، سو أوقات في المرضى بيدفعوا حق هيدا الموضوع، حق بمعنى معنوي انه ممكن يحولوا مخرجهم لفتره بسيطه من الوقت، وفي منهم بيحولوه لطول حياتهم. هذا الشيء كثير صعب، يعني هذا الشيء كثير صعب نفسيا ولنظره المجتمع ايضا. طبعا لانه ما بيعرف المجتمع، لان ما في كثير توعيه، ما بيعرفوا ليه هالشخص عم بيعمل هيك. 100% مثل ما قلتي حضرتك. وفي شغله كمان انا بدي اقولها، انه كنت سالتيني كيف نحن عم نساعد هالمرضى، نحن اذا بدك عم نعمل جروب واتساب بيناتنا اوقات يعني من اللحم الحي لحتى نساعد هالمرضى، يمكن نحكي مريض عنده 2 ساشي من الادويه ما بده اياهم هلا، بنعطيهم لمريض ثاني، عم نتبرع باشياء مصاري، اوقات في ناس منا قادره تشتري كيس عم نضطر نساعدها لحتى نشتري لها كيس، اوقات في ناس اول علاج لهم بيكون كثير ماديا يعني كبير عليهم، لانه هالادويه بالذات هن ماديا كثير حقهم غالي، سو بنضطر كمان ندفع قسم من الفاتورة معهم، عم نجرب كل المستحيل عنا لحتى نكون فعلا حد لهالمرضى. نعم، الله يقويكم ريتا. يعني قد ايه هون بتحس انه عم تواجهوا صعوبات كجمعية خصوصا بهالوضع الحالي؟ صعوبات، في كتير صعوبات اكيد تتحدينا، مثل ما قلنا اول صعوبة هي كورونا، لانه نحن بنحب نكون على الارض مع المرضى، واكيد لو ما في كورونا كانت نشاطاتنا اكثر بكثير، بس بتعرفي مثل وضع البلد كله. والتحدي الثاني الاكبر هو التحدي الاقتصادي المزري بلبنان، لانه مثل ما قلت لك ريان، هول المرضى ما فيهم يقعدوا بلا دواء، يعني انا ما في اجي اقول له لمريض الاي بي دي ما عليه اليوم ما تاخذ هيدا الدواء، هيدا الشيء بياثر مضاعفات عليه وممكن يعمل كومبليكاسيون، سو نحن هدفنا نامن لهم هالادويه للمرضى، نأمن الوعي لهالشبيبه الموجوده يلي عندها مرض الاي بي دي لحتى نكون حدهم بكل مراحل الصعبه بحياتهم. هولي اكثر تحديين، هن اكثر الامور يلي مضايقيننا بهالفتره، ومش لنا اكيد لكل الناس الموجوده بلبنان.
طبعا طبعا. ريتا، كيف فينا نتابع اعمال جمعيه اي بي دي ديزيز واي باتل ديزيز، وايضا انه نكون عم نجرب نساعدكم وعم نجرب نتبرع للجمعيه؟ نعم، نحن موجودين عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، نعم انستغرام، فيسبوك، تويتر، واكيد نحن يلي بده يتبرع لنا اكيد مشكور سلف، لو شو ما كان المبلغ نحن بنشكره سلف. واذا بده بيحبوا يتبرعوا في ارقام التليفونات على الانستغرام، وفي اعطي كمان رقمي الشخصي يلي هو 03-77-36-11، يلي بيحب يتواصل في يتواصل معنا. نعم. ريتا، قد ايه ايضا العمل التطوعي مهم يعني، وخاصة لإلكم، وقد ايه بتدعي انه الشبيبة يتطوعوا لجمعيتكم ويساعدوكم؟ نعم، نحن كثير بنحب، لان بتعرفي عنصر الشباب كثير مهم بالمجتمع، وخاصة يلي بده يتطوع معنا بيكون حاسس مع هالشباب، لانه مثل ما قلت لك في كثير منصابين بعمر الانتاج تبعهم، يعني يا منهم بالجامعة يا منهم عم يشتغلوا، سو كلهم شباب، سو في كتير اشخاص عم بيحبوا يتطوعوا اكيد معنا، وعاملين مثل ما قلت لك جروب واتساب بنساعد بعض بالنسبة للادوية، بالنسبة للسبور بسيكولوجيك، بالنسبة لكل الامور، بس ناطرين هالفترة ان الله راد لحتى تروح جائحة كورونا لنقدر اكثر نستقبل المتطوعين، لانه نحن بالنسبة لنا حماية المريض وصحته هي اولوية، وخاصة مريض الاي بي دي عم بيكون في لقاءات صديق فيس تو فيس مع المرضى. نعم. ريتا، ليش قررت انه تنضمي لجمعيه اي باتل ديزيز بالذات؟ يعني خبرينا عن تجربتك الخاصه مع هالجمعيه، وهيك اذا في شيء صار خلال عملك هيك اثر فيك. نعم، انا انتسبت للجمعيه مش بالصدفه، لانه انا تابعت مريض كتير سنين طويله بيعاني من مشكله الاي بي دي، وكان مشوار كتير صعب، وكان مشوار طويل ومتعب وفي ألم كتير كبير، وأنا شفت أنه هول المرضى بحاجة كتير لدعم، وحتى أنا بحاجة لدعم، يعني مش أنا بس المريض اللي عم فكر فيه، الأنتوراج اللي حواليه بيتعب كتير. فقررت أنه فوت على هالجمعية لسبب أنه نوقف حدهم لهالمرضى، نساعدهم، لأنه يمكن أنا بوقت من الأوقات بدي حدا كان يساعدني، واكيد الطبيب المعالج اللي كان بيرافق هالمريض ساعدني كثير، بوجه له اكبر تحيه، لانه نحن كمان بدنا سبور معنوي ونفسي حتى نقدر نستمر، وهذا كان من اهم الحوافز انه اذا بدك فوت على هالجمعيه، ونشكر الله على هالنعمه انه انا بهالجمعيه. حلو. وقد ايه بتحسي ريتا انه العنايه الالهيه مرافقتكم وموجوده حدكم خلال تاديه هالرساله اللي عم تقوموا فيها؟ العناية الإلهية بتضل موجودة بحياتنا على طول، يعني كل يوم نحنا دايما بنشكر الله على كل نعمة عطانا إياها، والعناية الإلهية بترفقنا على طول، ونحنا ربنا بيباركنا لحتى نستمر بهالجمعية، وإذا ما في حب وعطاء من كل القلب بهالجمعية ما بتنجح. طبعا. ونحنا ناجحين لأنه العناية الإلهية على طول موجودة بيناتنا وبين كل الاكيب تبعنا، وبنتمنى انه ربنا دائما يرافقنا، وانا بطلب عبر شاشتكم كمان انه ربنا يحرس كل مرضى الاي بي دي ويعطيهم الصحه، وان شاء الله الدراسات الجديده واللي عم تتطور يا رب نوصل لعلاج شفائي لهالمرضى. ان شاء الله ان شاء الله، اكيد يعني ما يضل في ولا مريض عم بيتألم. ان شاء الله ان شاء الله. ريتا، شو بتحبي توجهي كلمه اخيره للمشاهدين اللي عم يحضرونا اليوم؟ أنا أول شيء بدي أتشكرك، برجع مرة تانية لاستضافتك لإلي اليوم ولأسرة مريم تي في، بدي أتشكر المشاهدين، وإذا حدا عنده أي مشكل من المشاكل اللي يمكن عرضتها أنا ما أبدا ما يتردد إنه يحكينا، لأنه بدنا نقول له إنه نحن في جمعية اسمها أي باتل ديزيز، هاي الجمعية حدك، هاي الجمعية بدها إياك إنه تحكي لأنه مش عيب، نحن رح نضل حدك، وشو ما عزت فيك تشوفنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي أو تتواصل معنا. نحن بدنا نشكرك ريتا فرانسيس لوجودك معنا اليوم، وبدنا نوجه تحية أيضا لجمعية أي باتل ديزيز. مرسي ريان، كلك ذوق، يعطيكم ألف عافية. شكرا. مشاهدينا، نحن وصلنا معكم لختام برنامجنا الصباحي على الموعد، منكون معكم بإذن الله بكرة بحلقة جديدة، منتمنى أن تكونوا قضيتوا معنا أحلى الأوقات، من هلأ لوقتها ما تنسوا تتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تضلوا بخير.